هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هل ينظرون؟ يعني كلمة ينظرون يعني من النظر ولا من الانتظار؟ من الانتظار. وقاعدة كده، لو كلمة ينظر ما جاتش بحرف جر يبقى معنى ينتظر. محمد ينظر صديقه، مش ينظر مش شايفه، لا ينظر يعني ينتظر. طيب لو فيها حرف جر إلى، محمد ينظر إلى صديقه، يبقى بمعنى إيه؟ يشاهد أو يرى. ده الفرق بين ينظر، لأن نفس الحروف، لكن حرف الجر لو مع حرف جر يبقى بمعنى يرى، لكن لو من غير حرف جر بمعنى ينتظر. هل ينظرون؟ ما فيهاش حرف جر أهي، يبقى بمعنى إيه؟ هل ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. سبحان الله العظيم، هم المشركين مستنيين، مستنيين لما يجي الملائكة تقبض أرواحهم فيقولوا تبنى إلى الله وساعتها لا ينفع الندم، ولا مستنيين لما الأيام تقوم أو يأتي أمر ربك؟ يعني أنت مستني برضو اللي هو لسه مداوم على المعصية، يعني أنا مستغرب، يعني أنت مستني يعني امتى هتتوب؟ وخلينا نتكلم بصراحة، امتى هتتوب من مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟ تعتلق الله مصر على هذه المعصية، استنى ايه؟ يعني ملك الموت لما بيجي هتقول له لا معلش هتتوب وارجع، وكلنا عارفين المعلومات دي، صح؟ فأنت بتستغرب برضه لما بتقرأ القرآن، طب قيس على نفسك، الكافر اللي هو لسه كافر ومشغول بالدنيا ومش عنده وقت يدور على الحق، استنى ايه؟ انت هتموت وشايف كل الناس بتموت، وبرضه العاصي مستني ايه؟ يعني امتى قرار التدين؟ امتى قرار انا راجل ملتزم انا بتاع ربنا انا عايز اخش الجنه؟ القرار ده عمال يتاخر ليه؟ لحد امتى يعني؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، تيجي الملائكه تقبض روحك او ياتي امر ربك، وساعتها بقى تندم ندم العمر لان مصيرك اتحدد خلاص. بعد موتك مفيش أعمال، فالمصير اتحدد حسب بقى أعمالك. هتتوب إمتى من السجاير؟ هتتوب إمتى من عدم ارتداء الحجاب الشرعي بالنسبة للستات؟ هتتوب إمتى من ترك صلاة الفجر كل يوم تصليها والشمس ساطعة في السماء؟ هتتوب إمتى من الحاجات دي؟ أنت مش عارف ليه معاصي لا ترضي الله؟ ما تبتش منها ليه؟ مفي غيرك تاب منها، يبقى كان في مخدورة بس أنت اللي إيه؟ اللي أعرضت. آية جميلة جدا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم. برضو المشركين اللي قبلهم تمادوا في الكفر والشرك ولم يبادروا بالتوبة والإيمان. طيب هل كده ربنا ظلمهم؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا أمهلهم وأعطاهم الوقت وأعطاهم الحجج والبينات، لكن أنت اللي فرطت، أنت اللي سوفت وأجلت وانشغلت بالدنيا واستحبيت الدنيا على الآخرة، أنت اللي ظلمت نفسك، ربنا ما ظلمكش. فأصابهم سيئات ما عملوا، يعني أصابهم جزاء السيئات التي عملوها، بس السيئة لها أثر وليها نتيجة، دخول النار وجلب سخط الله عز وجل. فأصابه لذلك تخاف من السيئة قوي، انت ممكن تبتلى يبقى بسيئة، صار لك مصيبة بسبب السيئة، صار لك مشكلة بسيئة. الذنوب هو ايه اللي اهلك الامم السابقة؟ الذنوب. ايه اللي خرج ابليس من الجنة؟ السيئة، الذنوب. ايه سبب سخط الله على العبد؟ الذنوب. اخطر شيء تتجنبه ويفضل دايما في ذاكرتك الذنوب والمعاصي.
تبعد عنها بعدا شديدا. سبب كل مصيبة الذنوب والمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فحد بيحب المصايب؟ ابعد بقى، ابعد عن الذنوب، خاف كده. طب ما انا مستمتع بالمعصية بس هيجيلي مشاكل بعديها. لا يا عم بلاش. غير بقى اللي ايه؟ عذاب الآخرة. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، يعني نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يسخرون من الدين ومن الرسول ومن القرآن. فجي اليوم بقى اللي هم يجازوا به على هذا الاستهزاء وهذا الكفر بالله تبارك وتعالى. وحاق يعني ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. فتعلمنا الإنسان يحذر من السيئات ويحذر من تأجيل التوبة عن السيئات. توب النهاردة، توب دلوقتي. التوبة عايزة ايه؟ عايزة ندم وعزم على عدم الفعل. ندمان يا رب على اللي فات، مش هعمل كده تاني. كده انت تبت خلاص، بتعملش بقى الذنب ده تاني. انما اصرارك على لما ربنا يحاسبك، اصرت على ذنب وكان على فكرة ربنا ما بيأمرش بشيء في غير نطاق الاستطاعة. يعني ما يقولكش حاجة بره استطاعتك، اكيد باستطاعتك، بس انت اللي واهن العزم وضعيف الإيمان. طب أزود الإيمان إزاي؟ بالأعمال الصالحة. زود أعمال صالحة، أعمال صالحة، أعمال صالحة، الإيمان يقوى، تقوى على ترك المعاصي. إنما المعاصي تجيب معاصي وتوقعك، والإيمان ينقص فتعمل معصية، فالإيمان ينقص تاني. فالمعصية اللي كنت بتقاومها زمان كان عندك إيمان 60 بقى 50، فمش قادر تقاومها دلوقتي. فلما وقعت فيها بقى 40. فالمعاصي اللي كانت عايزة مقاومة 50 لا بقيت 40، فبتقع فيها. وهكذا في يعني متتالية توقعك في الذنوب والمعاصي بشكل مستمر. فالإنسان يتوب ويوقف ويكثر من أعمال الصالحة عشان يزود الإيمان.